اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده من المطابخ العالميه. يعني واحنا قاعدين كده بنشاهد القناه الاولى بنسافر اي بلد احنا حبينا، الهند، البرازيل، المكسيك، ايطاليا، فرنسا، زي ما احنا عايزين، ونجيب اشهر الاكلات اللي موجوده فيها. النهارده مع بعض الاخواننا في الهند بيشتهروا ب ان هم بيستخدموا الزبادي والكاري والكركم في الاكلات بتاعتهم، دي الاساسي، زبادي، كاري، كركم، والبهارات العربيه ليه والحبهان. فالنهارده مع بعض نستخدم نفس المدرسه الهنديه في عمل الاكلات بتاعتنا، مثلا زي شيش كباب. شيش كباب النهارده بالزبادي مع الكاري، هنشوف نشويه ازاي. هل الزبادي هنا اليوغت لده هيقطع مننا في النار ولا مش هيقطع؟ ايه السر نخلي الزبادي كفر للحته اللحمه اللي بناكلها بدون ما يقطع مننا ويبرغل او تلاقيه تحس ان هو شكله باين في قلب اللحمه؟ معانا النهارده كوسه مع بعض، هنعملها النهارده كوسه مشويه بالطحينه مع الزبادي، برده حاجه لطيفه، هتاخد الكاري والكركم، ولكن الجديد ان هنضيف لها طحينه ونشوف ازاي الطحينه تخش على الزبادي. معانا الحلو النهارده لطيف وجميل كرات الزلابيه، هنعملها بجوز الهند، مش هنحمرها في زيت، لا، دي هتتعمل بطريقه معينه اللي هو السميد مع السكر مع جوز الهند، وفي الاخر هتاخد عسل نحل لطيف مع جوز الهند. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير. عدل الاكل ده شويه رز ملون، كلنا عارفين اخواننا في الهند بياكلوا الرز بالكاري، رز بالكركم، رز واخد لون اصفر، لون اخضر، حاجات بتبقى حلوه على السفره كده لطيفه وجميله. برضه هنشوفوا ايه التركايه ان انا الون بيها شويه الرز البسمتي اللي موجود على السفره بحيث ان السفره تتكلم هندي ولكن بخفه دم مصريه. هنعمل شويه رز بسمتي اللي هو الملون مع بعض. رز بسمتي جه عندي مغسول وبعد ما غسلته حطيته في ميه مغليه وجاهز هنا، فمش هياخد مني دقائق معدوده مع بعض. مقاديره على الشاشه رز بسمتي ملون. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله. معلقتين من الزيت، بحط مع الزيت ده كده يا عم الشيف ورقتين لورو، الله، وحبهان زي الفل. المقادير على الشاشه بسرعه كده عشان نسيبه يستوي مع بعض، زي الفل. ورق لورا وحبهان، ده الرز الملون اهو زي الفل. ونحط الرز البسمتي بتاعنا. يا ويلي، شويه على قد كده. ايه الضيوف؟ عينيا اهو. التركيه بتاعت الرز الملون بقى انا مش هستخدمها دلوقتي عشان مخرجنا عايز نطلع فاصل. خلي الرز كده يشرب الايه، معلقتين الزيت، معلقه السمنه، ورق اللورا، والحبهان على النار كده، واتني سريع التقليب لغايه لما نطلع الفاصل ونرجع مع بعض. محلك سرك، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف زي ما وعدتكم. الرز انا بقلب طبعا، خليته مفلفل كده مع الحبهان، اتعرف على الحبهان، اتعرف على الهيل، نزلت عليه بشويه ميه مغليين، ذره ملح صغيره، ومستني اللون. تعالوا مع بعض نشوف اخبار الرز ايه. اللهم صل على النبي. عايزين نلونه يا شيف. نلونه ازاي؟ هو ده الكلام. تحب اخليني هنا الون؟ هنا الون هنا. معايا ثلاث الوان. الرز عاجب مخرجنا قوي على فكره، وفي الكنترول يقول لك الرز لونه عامل ليه كده. بترسم لوحه؟ بيكاسو. انا برسم لوحه. عندك اعتراض؟ انا الرز البسمتي هنا اتسلق، معلقتين زيت وهيل، ورق لورا، سيبناه بالشكل ده كده. مش هنقلبه دلوقتي، هنسيبه شويه بالشكل ده كده. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ ادي الرز الملون اللي بنشوفه في بعض المحلات. زي الفل، ما يتقلبش كتير. لازم الحبه البيضه تكون موجوده بالشكل ده كده، تمام. ونحط عليه مكعبين زبده نغذيه زي الفل. وهنقلبه دلوقتي تقليبه صغيره كده عشان الزبده تختلط بكل الرز. انا احب الرز ده مخلوط بزبده. ونقدمه لحضراتكم هنا. شايفين الجو ده كده؟ شايفين الرز بقى لونه عامل ازاي؟ تمام. هنغرف الرز ده كده. ده بيخون اخواننا في الهند بقى بيعملوه في جوه الفخاره، بيطلع بيبقى شكله لطيف قوي على فكره، بيعجبني. يستاهل الطبق ده. نغرفه هنا كده. يلا الف هنا وشفا. الالوان دي مسموح بيها؟ مسموح بيها غذائيا، مكتوبه ومعتمده.
لازم تشتريها معتمدة. الألوان دي موجودة بيستخدموها إخواننا بتوع الحلويات. في الاسبونش كيك بياخد ألوانه زي ما احنا عارفين، تلوين الكنافة، تلوين الترك، الحاجات دي كلها. كريم شانتيه بس عشان ما حدش يقول لك ليه يا شيف انت بتستخدم ده. ألف هنا وشفا للي ياكل. السمنة والزبدة هنا اللي أنا حاططها على الرز مودياه سكة تانية خالص. نعم ينفع يا باشا، بقول لي شوربة لحمة شوربة فراخ عندنا تنفع، ده تبقى أحسن مني. إديني بس شوية شوربة كده عليها زي الفل. أخبار الشيش كباب إيه؟ اللهم صل على النبي. أنا هعمل حاجة لطيفة دلوقتي على فكرة. هاخد سخين من الشيش ده كده أحطهم على وش اللحم الرز ده. وإحنا مع بعض كده. اللهم صل على النبي. العب. ده انا هعمل تركية هنا بقى، تركية اسمها الشقاوة، اسمها الشقاوة، بص عليها. صل على الحبيب، صل على الحبيب قلبك يطيب. يلا يلا معايا العب يا سمك. هو ده، شفت شوية الرز دول؟ هنسيب كل حاجة وناكلهم. ألف أنا وشيف، حط دي جنبها كده زي الفل. أنا عايز أغرف دولت برضه. المخرج بيقول أنا عايز دول. حاضر يا عينيا طبقك اهو. بس هنا بقى نعمل حاجه لطيفه قوي، معانا شويه خضره زي هنعمل يا فندم كل حاجه دلوقتي باذن الله، كله بامر الله. دايما لما تزيني الخضار بتاعك او الكبابه او الكفته بخضار، سواء جرجير سواء خضره، تحط في الاعتبار الخضره دي نظيفه ومغسوله. ليه يا عم الشيف؟ علشان في اطفال بياكلوا منها، احنا بناكل منها. حطيتي جرجير، حطيتي خس، حطيتي طماطم، ايا كان الخضار موجود. يعني بتشوف الكبابجيه يغير الطبق هي من الزبون للزبون، لا ده غلط خلي بالك. يعني ايه يا شيف؟ يعني البقدونس اللي بتحط في ارضيه الكباب عبد الحاتي لازم يكون مغسول كويس. طب ده ناخده زي ما هو كده يا عم الشيف، نحطه فين؟ نوسع الدنيا دي كده، نشيل دي من هنا. الله، لسه 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 هو ده. مطبخنا على شاشه القناه الاولى. عملنا الكباب النهارده بالطعم الهندي ولكن بخفه دم مصريه. عملنا كوسه جامده جدا بالطحينه مع الزبادي. عملنا شويه رز ملون جميل جدا هيخلي الاطفال يشد انتباههم على السفره ويقدروا يشاركوا المطبخ الهندي بطعمه واللي احنا عارفينه كلنا بطعم الهند او سبايس شويه. الحلو اللي انا شغال فيه ده كده لطيف وجميل، الاطفال هيحبوه بالطريقه اللي انا شغال بها ديت. وكده يبقى احنا دخلنا المطبخ الهندي، جبنا اشهر الاكلات، رؤيه فن ابداع كل يوم على شاشه القناه الاولى حتى من المطابخ العالميه. We'll be right back.